والله لسه بدري بدري. الليلة 30 من ليالي رمضان الكريمة العظيمة، ربنا يا رب يتقبل منكم الدعوات وصالح الأعمال والصيام والقيام، وما تنسونيش من صالح دعائكم، وإن شاء الله بإذن الله ربنا ما يجعلوش آخر عهد لينا برمضان، وإن شاء الله بإذن الله تتوالى علينا الرمضانات لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. كل سنة وكلكم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم، ربنا يحفظكم جميعا من كل شر. تعالوا نروح نشوف إزاي عيدنا وصيامنا يبقى أسهل. كلامنا عن الكحك المصري. الكحك من أيام أجدادنا قدماء المصريين ومحفور على المعابد، وكلمة كحك هي قرص الشمس، وكانوا بيعملوا الكحك، كانوا بيسخنوا الدهن على النار ويضيفوا له العسل، وبعد كده يضيفوه على الدقيق اللي هي الطريقة التقليدية المصرية المتبعة لحد دلوقتي، بس احنا بدلنا العسل بالسكر. كانوا بيعملوه في كل احتفالاتهم، واحنا ورثناه عنهم أجيال وراء أجيال من 7000 سنة. وأتمنى أنكم تستمتعوا بكل وصفات العيد وبالكحك المصري، ولكن تاخدوا بالكم أن الكحك تقيل ويعني على المعدة، فتخلوا بالكم أنكم بس في الكميات ما تكتروش، خاصة أن احنا طالعين من صيام، وفي ناس كتير في الصيام ما بتاكلش كويس زي حالاتي كده، فما تكبسوش على المعدة قوي مرة واحدة، وإن شاء الله تستمتعوا بالعيد أنتوا وولادكم وكل حبايبكم، ويكون عيد سعيد ومبارك عليكم جميعا يا رب. النهاردة إن شاء الله هيكون معانا غموس الحمص، معانا مافن البطاطا والجبنة، وعندنا سلطة الجبنة الحلوم بالرمان. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نعمل وصفاتنا، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. النهارده عندنا حاجات خفيفه كده وسريعه ولذيذه، علشان خلاص بقى طبعا كل الناس قفلت المطابخ والثلاجات خلاص اتفضت واتغسلت، فايه في الخفيف كده النهارده. ان شاء الله عندنا غموس الحمص، عشان نعمله محتاجين عصير ليمون، محتاجين طحينه، محتاجين ثوم مفروم وزيت زيتون وكمون، ملح، ميه، ثلج، زبادي، وحمص طبعا مسلوق. هنقدمه مع العيش المحمص. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط كل حاجة في الكبة. ماشي، بسم الله. ناخد الحمص، هنسيب شوية للتقديم بس هناخد معظم الكمية هنا، وبعدين هناخد الزيت. الدنيا بس ايه زحمة شوية، هنخفها دلوقتي. وهناخد عصير الليمون، هناخد الكمون، هناخد الملح، هناخد الفلفل الاسود، مش كتير، قليل، ما بعرفش اطبخ من غيره. هناخد بابريكا، الثوم، و الزبادي، الطحينه، والميه. واشغل واضربه كويس قوي. يلا بسم الله.
ابتدي بقى وهو شغال انزل مكعبات من التلج هنا خلاص وهو شغال. هناخد المقدار ده كله هنحطه في الطبق بتاع التقديم. خليني بس معلش عايزه اعمل ايه، عايزه افضي حواليا شويه عشان اعرف اقف اشتغل وفي نفس الوقت انتوا كمان تبقوا شايفين بوضوح الحاجات اللي قدامي. اوكي فهعمل ايه، هعمل ايه، هعمل ايه بقى، هاخد هذا المقدار من الحمص. انا بعشق الحمص ده يا جماعه، بحبه ساده، بحبه بالبنجر، بحبه باللحمه، بحبه بالمكسرات، بحبه بالليمون المعصفر. طبعا كل الحاجات دي عملتها لكم قبل كده بس انا بحبه فعلا جدا جدا جدا. وعايزه اقول لكم اني طول رمضان تقريبا يعني كل يوم بتسحر بيه، خفيف ولذيذ ومغذي، وباكل معاه برضو عيش محمص زي اللي احنا مقدمينه ده، عيش شامي محمص وبحسه لذيذ قوي اهو كده. اوكي بس خلاص اهو اعدل بس الطبق كده حلو جدا. وبعدين هناخد شوية بقدونس صغيرين صغيرين عشان مش عايزة اغير طعم الحمص. هاخد شوية حمص في النص اللي انا شلتهم للتقديم، هاخد رشة كمون شلتها للتقديم برضو خفيف خفيف، هاخد بابريكا للتقديم برضو بس كده. طبعا اللي يحب يحط شطة يحط شطة، احنا خلاص ايه يعني بنودع وممكن ان احنا ناكل بقى زي ما احنا عايزين خلاص بعد كده. طبعا كل الوصفات اللي عملناها للسحور تنفع للفطار في ايام العادية، وتنفع عشاء، وتنفع مقبلات للايام العاديه قبل الغداء. يعني الوصفات ايه هتنفع كده كده. حاجه العيد طبعا كلها عملناها مع بعض، هتلاقوها على اليوتيوب على سي بي سي سفره، تقدروا ترجعوا لها للناس اللي لسه عندكم فرصه بكره ان شاء الله تعملوا كل حاجه العيد لو لسه حد ايه ما اشتغلش او ايه ما تحمس. طبعا بكرة ان شاء الله احنا موجودين في نفس الميعاد الساعة 10 بس موجودين بحلقة خاصة جدا جدا، عيد سعيد، الحلقة اللي فيها الثلاثي انا وغادة ونجلاء ان شاء الله، حلقة كحك وسابليه وبيتي فور ومعمولة بشكل ان شاء الله بإذن الله كده يكون لذيذ وخفيف على قلبكم السنة دي. فان شاء الله ما تفوتكوش الحلقة في نفس الميعاد الساعة 12 بكرة ان شاء الله. عملنا مع بعض غموس الحمص، تعالوا بقى نعمل مع بعض مافن البطاطا والجبنة. عشان نعمله عندنا بطاطا حلوة 600 جرام، وعندنا بصل أخضر، وعندنا البيض، الجبنة القريش، دقيق قمح كامل أو الدقيق البني، بيكنج باودر، وجبنة تشادر، وبذور دوار الشمس اللي هو بذور عباد الشمس يعني، وملح وفلفل، وعندنا للتقديم حلقات البطاطا المشوية والجرجير.
ايه؟ شوينا البطاطا زي ما انتم شايفين كده. هقول لكم نعم. حاضر عينيا. هنعمل ايه؟ هناخد البيض كده وبعدين هناخد معاه الملح والفلفل. احنا عندنا البطاطا هنا مبشورة وتقدروا كمان تسلقوها وتهرسوها او تشوها وتهرسوها ماشي. طيب اخدنا البيض واخدنا معاه الملح والفلفل وبعدين هناخد عليهم الجبنة، البيكنج باودر مع الدقيق وبذور دوار الشمس معاهم كمقادير جافة يعني. وبعدين هناخد البصل الأخضر، ودي طبعا مافن حدقة زي ما انتم شايفين يعني مش حلو. خدنا الجبنة ونقلب نقلب 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 كويس. نتخلص بقى من هذا الشيء وبعدين ننزل بالبطاطا مبشورة اوكي، مسلوقة ومهروسة او مشوية ومهروسة اوكي، يعني اللي يريحكم مفيش مشكلة اللي موجود. وبعدين اخد السباتيلا ابتدي بقى ايه اقلب كويس، اخلط كله مع بعضه وبعدين انزل بالمقادير الجافة. وطبعا لو عايزين تعملوها في العجان براحتكم خالص. يا بوسينة السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ست الكل؟ كل سنة وحضرتك طيبة. وانتي بصحة وسلامة وحبايبك كلهم وأسرتك بخير يا رب. آمين يا رب العالمين يا حبيبتي. تسلمي يا ست الكل. تسلمي. شكرا يا حبيبي، تسلم إيديك يا حبيبتي الحلوة اللي بتعمليها. شكرا لذوق حضرتك، ربنا يخليكي يا رب. كل سنة وحضرتك طيبة وبالصحة والسلامة انتي وكل حبايبك يا رب. يا رب يخليكي. مرمر عندي سؤال الله يخليك. عينيا. تسلم عينيكي. انا عملت الكنافه اللي هي في النص فيه الكريم شانتيه ومن فوق الشوكولاته، ففي حاجتين فشلوا معايا. قوليلي. الكريم شانتيه زاد قوي، فاشيل الكريم شانتيه الباقي ازاي؟ احفظه ازاي؟ اه تمام اوكي. تاني حاجه تانيه برضو، وانا بسيح الشوكولاته اتجمدت مني ما فحتش، حطيتها في ما عنديش مايكروويف، انا حطيتها في ميه سخنه حمام ساخن يعني، ف مسحتش اتجمدت مني. طيب معلش حضرتك مستخدماها كامله ولا بشراها؟ لا كامله، قطعتها حتت بالسكينه حتت صغيره. كويس. دخلها ميه؟ لا ما دخلهاش. هتطلع معلقه زيت زي ما شفت، هتطلع معلقه زيت. حاضر حاضر عينيا عينيا. حاضر عيني. طيب مبدئيا كده الشوكولاته اللي مسحتش دي مفيش مشكله فيها خالص، حضرتك سخني لها شويه كريمه نص كميه الشوكولاته، سخنيها على النار بعدين نزلي عليها الشوكولاته اللي ما رضيتش تدوب دي، وعلى نار هاديه خالص، وتشيلي وتحطي تشيلي وتحطي بعيد عن النار وعلى النار لحد ما تسيح معاكي خالص، الا اذا تكون دخلها ميه فخرزت. اوكي ادي حاجه. الحاجه الثانيه الكريم شانتي اللي زاد من حضرتك يقعد معاكي في الثلاجه في علبه محكمه الغلق لمده 3 ايام. استخدمه في ايه يا اميره عشان ما يبصي؟ حضرتك ممكن تحطيه في عصاير، اي عصاير هتعمليها في العيد كل عصير حطي عليه معلقه او معلقتين من الكريم شانتيه، ده هيغنيه جدا 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 ويبقى طعمه تحفه. تقدري تعملي بسكوت وتبليه في لبن وتحطيه وتحطي عليه الكريم شانتيه ده وتحطي عليهم شوكولاته او كاكاو او قهوه، فيبقى عملتي طبق حلو باستخدام الكريمه دي قبل ما تبوظ منك. انا كده قلبت كويس قوي لحد ما ملاقيش خالص اي نوع من انواع الدقيق عندي الابيض، يعني مفيش بودره خالص في الخليط. اقوم بقى طبعا في الوقت ده احنا مسخنين الفرن على درجه حراره 180 وهندخل المافن بتاعنا لمده نص ساعه ساعه الا ربع ونسيبه لحد ما يستوي. طبعا بعد ما تسووا المافن تقدروا تشيلوه في الفريزر وتطلعوه الواحده بوحدتها بعد كده للولاد وهم بيفطروا بيتعشوا في التمارين في المدرسه، ليكوا انتوا في الشغل في الجامعه، برانش كده في وسط اليوم مش عارفين ناكل ايه وجعانين، ويتشال في الفريزر يا مدام مشيره ما يجرالوش اي حاجه. حبيبتي
حبيبه قلبي. حبيبتي يا مدام مشيره. ايه عايزه اعمل اهداء. طبعا اتفضلي. انا بعمل اهداء لاستاذتي وحبيبتي وحبيبتي الكل. الله يسعدك. منوره بيتنا ومنوره حياتنا ومنوره التلفزيون بتاعنا. الله يسعدك يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. الله يسعدك يا حبيبتي. وعيد سعيد عليكي وعلى الاسره كلها. الله يسعدك يا حبيبه قلبي وعليكي وعلى كل حبايبك. ربنا يخليكي. ومعلش بعناكم، احنا بقى هنفطر قبلكم بشويه. آه. بس انتوا محصلنا يعني. بالظبط. معلش. عندنا احنا دي معلش. خليها عليكم المره دي. حبيبتي يا مدام مشيره يا رب. ربنا يفرحك بولادي. اللهم امين يا رب ويطمنك على كل اهل بيتك يا رب ويريح بالك يا رب. يا امين يا رب ولك بالمثل ويزيد يا حبيبه قلبي. وكل سنه واحنا كلنا طيبين وان شاء الله تحصلونا في الفطار على طول ان شاء الله. تسلمي لي يا حبيبتي. يلا ناخد شريكنا سحورك على طول. يلا بينا. تسلم ايديكو وعاشت ايديكو والف هنا. دي تطبيقات حاجة العيد في شريكنا سحورك من حلويات العيد سواء كان كحك او بتيفور او غريبة او ما الى ذلك من الوصفات. كل سنة وانتم طيبين وتعيشوا وتعملوا، واللي لسه ما عملش يتشجع ويعمل بكرة ان شاء الله. عندكم طول اليوم تقدروا تعملوا الحاجات وتتهنوا بيها يا رب. تعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع نكمل بقية الوصفات والأفكار. استنوا. أهلا بيكم بعد الفاصل. تعالوا بقى نعمل مع بعض طبق سلطة، وما تستغربوش أنا ممكن أتسحر سلطة عادي وممكن أفطر سلطة عادي كمان. يا جهاد. جهاد. Hello. كل سنة وانتي طيبة. كل سنة وانتي طيبة يا جماعة. استني يا جهاد شوية لو سمحتي. يا جماعة جهاد أختي الصغيرة وحبيبتي وسندي في الدنيا، هي ومامتها وأختها وجوازتهم وولادهم، ومعانا كمان نهى وجوزها وولادها. من غيرهم أنا معرفش عيش يعني. هم أهلي وسندي ودنيتي كلها بعد أسرتي الأساسية. هم أسرتي بالاختيار يعني. كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي. كل سنة وانتي طيبة يا أحلى أخت في الدنيا. وعيد سعيد عليكي وعلى أولادك وعلينا كلنا مع بعض يا رب إن شاء الله. كانوا أحلى 30 حلقة. تسلمي لي يا قلبي وربنا يخليكي ليا. حلقه ومنوره وكل قلبي. حاجه جميله وزي الفل. تسلمي لي يا قلبي وربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. وسلمي لي على امول وعليهم كلهم. يوصل. تصبحي على خير طيب. يا حبيبتي وانت طيبه وبالصحه والسلامه. شكرا يا قلبي. دايما بقول لكم انه اولا الصحاب مش بالوقت، الصحاب بالمواقف وبالمعزه. تاني حاجه دايما الناس اللي حوالينا والناس اللي في ظهرنا هم اللي بيخففوا على الواحد يعني. هم يعينوا الواحد على الحياة أو يعينوا الحياة على الواحد في أي موقف يعني كان تعدوا فيه في حياتكم. لأن ما فيش حد خالي من المواقف والمصاعب والابتلاءات وكده، وربنا يشيل من علينا جميعا يعني. فأهلي يعني أسرتي البيولوجية زي ما بيقولوا، وبعدهم أهلي اللي بالاختيار حقيقي يعني. من غيرهم مش عارفة ازاي كان الواحد ممكن يعيش. يلا بينا. سلطة الجبنة الحلوم بالرمان، عين الجمل المحمص، دبس الرمان، عصير الليمون، مستردة، زيت زيتون، جبنة حلوم أو جبنة قريش أو أي جبنة عندكم، فتة اللي موجود،
وبعدين عندنا جرجير، عندنا رمان حب، عندنا عصير البرتقال، عندنا ملح وفلفل وبنجر وبصل احمر متقطع شرايح. هنعمل ايه؟ هنرص السلطه كالعاده. جرجير، الجرجير لازم يتغسل كويس جدا جدا جدا، الميه لازم تكون ساقعه، ولو مش ساقعه حطوا عليها تلج، غيروها اكتر من مره اكتر من مره اكتر من مره، ولما تنضف تماما تجيبوا نقطه خل مع شويه ميه ساقعه وخمس دقائق كده، وبعدين تشطفوا شطفه كويسه، ودايما خدوا الجرجير كده لفوق شيلوه وتخلصوا من الرمله والطينه اللي في الميه، وطبعا لازم تنقوه كويس جدا، اي ورقه تكون متاكله او صفراء او كده تتخلصوا منها، تمام؟ تمام، وده طبعا طريقه غسيل اي خضره يعني، مش بس الجرجير. وبعدين ناخد البنجر، البنجر طبعا من الحاجات الهايله، وعلى فكره بيبقى لذيذ قوي على سفره الفسيخ والرنجه والاسماك. تعملوه ازاي؟ تجيبوا البنجر تسلقوه، تغسلوه طبعا الاول كويس جدا، وبعدين هتسلقوه تقشروه وهو سخن، تقشر معاكم من غير سكينه، بس لازم تكونوا لابسين جلوفز، وبعد كده او اكياس، وبعد كده تقطعوه وتاخدوا عليه زيت زيتون وليمون، معاهم رشه ملح ورشه سكر، وبرده تكونوا حاطين في السلق رشه ملح ورشه سكر، شويه من البقدونس، وتقلبوهم كويس جدا وتقدموه كسلطه زي اللي بناكلها في المطاعم. زي ما قلت لكم السنه دي انا الرمان الصراحه يعني منكد عليا، مش حلو، بس انا برده مش قادره ما استخدموش، بحبه بس هو مش احسن حاجه السنه دي الصراحه، ساعات كده المحاصيل مش بتبقى يعني متخزن ولونه مغير وبيبوظ بسرعه وطري، فهنردمه دلوقتي يعني انا ايه رضيت ضميري وحطيته، بس بعدين كده ايه هردي ضميري اكتر وهخفيه بعين الجمل، بس خلوا بالكم ان عين الجمل ده مجروش فمش مستخدمين كتير، يعني شويه اللي انا حطيتهم دول وحدتين عين جمل بس مجروشين ناعم قوي. بعد كده بحب قوي معاه البرتقال او اليوسفي، وموجودين في السوق بكثره، وتاخدوهم في ليل في ليل زي ما انتم شايفين كده، يعني مفيش بذر مفيش قشر ومفيش كمان الطبقه البيضة اللي جوه. طيب نزل بقى منه شويه عصير، دول مش هيتسابوا طبعا، هنعمل بيهم ايه؟ هناخدهم هنا في البوله اللي هنعمل فيها الدريسنج بتاع السلطه، ناخد كل ده ما نسيبش حاجه منه خالص اهو، وبعدين نقوم بقى واخدين عليه شويه من عصير الليمون، زيت زيتون، مستردة، ودبس الرمان. يا مدام هيام كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة يا أميرة، نورتيني وشرفتيني السنة دي وأسعدتيني بتليفوناتك وبسماع صوتك. أنا بحبك في الله يا أميرة. أحبك الذي أحببتيني فيه حبيبتي. والله ربنا يخليكي يا حبيبتي. الله يسعدك يا رب. فيكي خلو اللهم دايماً أمين يا رب. كل شر. اللهم أمين. أنا وأنتي والناس أجمعين يا مدام هيام. ليه بتحط الرمان اليومين دولت يا أميرة؟ ده الرمان سيء جدا السنة. والله الصراحة سيء، وكل ما أجي أحطه أقول نفس الكلام لنفسي، بس ما مش بحبه. بس هو الصراحه السنه دي مش عارفه ليه كده، مش حلو قوي ليه ما كدا. هو كده المحاصيل ليها يعني، هتلاقي كل نوع على فكره له سنه وسنه يعني والله. سنه والله يا سبحان الله، الارض سنه كده تديكي محصول تحفه، والسنه اللي بعدها تلاقيه مريح شويه، فهو السنه دي مريح شويه، ما يجراش حاجه ما جاتش عليه يعني، مش بس برده انت مصره انك انت تجيبيه. والله بحبه قوي مش قادره استغنى عنه، مع انه كل ما اجيبه اندم. يا شيخه يلا معلش، لما بتقولي المقادير انا ببقى مركزه قوي. هو اخر موسم بقى خلاص في الحاجه. اخر الموسم خلاص. ما هو مش هيبقى موجود تاني بتاني. لا خلاص كده خلاص، ده اخره. لا اصلا ده متخزن، مش 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 طازه. أيوة يعني مش طازه. ايوه يعني فعلا فعلا. وانتي طيبه يا قلبي، ربنا يخليكي يا مدام هيام، دايما منوره الدنيا. يسعدك. منوره قناه حبيبه قلبي، احلى شخصيه عرفتها في القناه. الله يسعدك يا حبيبتي البركه، من اجمل الناس اللي انا بكلمهم يا اميره. حبيبه قلبي الله يسعدك يا رب، البركه في كل زمايلي واساتذتي كلهم على راسي واحسن مني، تسلمي لي يا مدام هيام. طبعا طبعا انا يعني عايزه بس ادي تهنئه بس
بس طبعًا. المطبخ التحضيري طبعا، والناس اللي عندكم واللي ورا الكاميرات طبعا، ورودينا وحنان اللي بيردوا عليا اللي في قمه الادب والاخلاق طبعا طبعا طبعا. والله لا ناس كتيره يعني، انتوا حتى بتتكلموا معاهم كده احنا حبيناهم اكننا شفناهم. حبيبه والله. قلبي حبيبه قلبي يعني تسلمي لي. كل سنه وهم طيبين. مدام هيام بتقول لكم شكرا وتسلم ايديكم وبتعايد عليكم كلكم يا ولاد. تسلمي لي يا مدام هيام. انا دايما دايما بقول انه شغلي اللي انا بطلع اعمله هو بروزة لشغل 150-200 فرد بيشتغلوا في كل الاقسام، عشان مش عايزة انسى حد. وكل الاقسام عندنا كبيرة ومهمة، واللي بيشتغلوا فيها فطاحل، واحنا مسميين كل اللي ورا الكاميرات وحوش سفرة، لان هم وحوش فعلا. في كل الظروف تلاقيهم، في كل التعب تلاقيهم. برضو انتوا ما بتشوفوش الحقيقة، الجهد الخارق اللي هم بيقوموا بيه من برنامج لبرنامج لبرنامج طول الشهر وطول السنة. فطبعا مجرد اني بطلع ابروز بس شغلهم ومجهودهم. فربنا يخليكم لينا يا حبايبي جميعا 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 كلكم. حبايبي كل سنة وانتوا طيبين يا رب. بس كده انا حطيت بقى كده كل حاجه، وبعدين نقوم حاطين بقى الدريسنج. يلا بينا يلا بينا. بسم الله. عملنا كده حبايبي كل الوصفات بتاعة النهاردة. عملنا سلطة الجبنة الحلوم بالرمان، عملنا مافن البطاطا بالجبنة، عملنا كمان غموس الحمص. ودلوقتي بقى نفكر بعض دايما دايما انه ساعد تتساعد. طبق زيادة تهاد وتحب. يلا فاصل ونرجع نكمل، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل، تعالوا نروح نشوف ازاي سفرتنا تبقى اشيك. عشان سفرتنا تبقى اشيك كتير جدا يجي لي السؤال ده يا اميره، بعد ما ناكل المفروض نقعد فتره قد ايه؟ احنا قلنا قبل يعني واحنا جايين للعزومه أقصى تقدير ربع ساعة قبل العزومة، مش أكتر من كده ومش بعد الميعاد. أما بالنسبة لبعد الأكل فالمفروض إلا طبعا الأصدقاء بقى والأهل وكده، لكن لو حاجة رسمية يعني أو حاجة كده هوت يبقى ساعة أقصى حاجة بعدها، علشان خاطر ما نتقلش على الناس ونسحم الدنيا والناس بتبقى طالعة من العزومة تعبانة وعايزة بقى إيه كده ترتاح. خلاص ان شاء الله باذن الله يكون عيد سعيد عليكم جميعا وفي حفظ الله دايما، وما تنسونيش من صالح دعائكم. بتمنى ان يكون الموسم بتاع سحورك علينا الاول عجبكم، وكنت ضيفه خفيفه عليكم، وقدرت اني افيدكم باي حاجه ممكنه او حتى تتسلوا معانا الساعه دي. وان شاء الله باذن الله حلقه بكره الساعه 12 هتكون زي ما قلت لكم عيد سعيد الثلاثي، لمتنا ولمت عيلتنا ولمت صحابنا الجميله اللي احنا متعودين عليها، انا ونجلاء وغاده التلي، بطريقه لذيذه ان شاء الله تعجبكم باذن الله. حاضر ناخد مدام زينب الاول. مدام فيرا، يا مدام فيرا حبيبتي، يا مدام فيرا كل سنه وانت طيبه حبيبه قلبي، وانت طيبه وبالصحه والسلامه، كل ايام عليكي وعلى اولادك واسرتك وحبايبك يا رب. شرفتيني طول رمضان واسعدتيني لميلي وحضرتك وكل حبايبك، وعلمتينا وكل حاجه حبيبتي. ربنا يسعدك يا رب. تسلمي يا رب. تسلمي يا حبيبتي. انا ليا سؤال ممكن؟ اموري.
تسلمي يا حبيبتي الامر لله. عايزه اللانكشاير بالكوبايه. عينيا مقادير اللانكشاير بالكوبايه. عيني حبيبتي. عيني يا حبيبتي. تسلم عيني. عيني وكل سنه وحضرتك طيبه وبصحه وسلامه انت وكل حبايبك يا رب. بعد كده ان شاء الله الثلاث ايام بتوع العيد، اول يوم ان شاء الله هيكون عندنا بولتي بالمسقعه وشوربه سي فود وسي فود في الكيس الحراري بصوص الزبده وبرجر الكابوريا. تاني يوم ان شاء الله هيكون عندنا سمك بالفريك، كيس جندوفلي او الجندوفلي في الكيس الحراري يعني ببهارات الكيجن، وهنعمل مع بعض بهارات الكيجن، برجر السمك وبوري بالزيت والليمون. تالت يوم العيد ان شاء الله هيكون عندنا كاليماري بالهريسه، برجر التونه، سلطه سيزر بالجمبري، وشوربه السمك بالكريمه. كل ده احنا طول اسبوع رمضان سواء انا او كل زمايلي وحبايبي اللي بعيد عليهم طبعا، هنكون لسه في مواعيد رمضان، يعني بالنسبة لي هكون الساعة 12 عادي. بعد اسبوع رمضان ان شاء الله تقابلوني الساعة 6 بإذن الله المغرب، خلاص ان شاء الله نعيش وكان ليا عمر يعني. بشكركم جدا جدا على حسن المتابعة طول الشهر، بشكر كل الناس اللي أخذت من وقتها وبعتت لي على السوشيال ميديا أو كلمتني هنا في البرنامج، بشكر كل الناس اللي دعت لي، ربنا يجعل من دعوتكم ليا نصيب ولكم بالمثل ويزيد، وأتمنى أكون يعني كنت ضيفة خفيفة عليكم طول شهر رمضان، وهشوفكم بعد العيد إن شاء الله إذا ربنا أحيانا إن شاء الله. النهاردة عملنا إيه مع بعض؟ عملنا مع بعض غموس الحمص. عملنا مع بعض مافن البطاطا. حاجة عملناها كانت سلطة الجرجير بالجبنة الحلوم والبنجر وحبوب الرمان. شكرا جدا، كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. شكرا جدا لكل أهلي وحبايبي وأصحابي، وشكرا جدا لكل العاملين بسفرة، شكرا جدا لكل إدارة سفرة. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، تصبحوا على خير.